الإسراء والمعراج، سقف البيت انفرج. النبي صلى الله عليه وسلم انفرج سقف بيته، لما؟ قال العلماء: إشارة إلى أنه سيعرج به إلى العلو، وإشارة إلى أنه سيشق صدره، لأن الصدر هو الأعلى، إشارة إلى أنه سيشق صدره ثم يلتئم، لأن البيت سقفه انفرج ثم عاد مرة أخرى، فهذا به إشارة إلى أن صدر النبي عليه الصلاة والسلام سيشق ثم يعاد مرة أخرى.